منكم اليوم بعد توبته بهذا النور يركع ويسجد على هذه الأرض الكريمة أينما كان، وإلا تستجيب له الأرض الكريمة بكل حماية وخير وبركة وصحة وسلامة ورزق من رحمة الله سبحانه وتعالى، كأن الأرض أصبحت تكلمه وتحاسبه في الأخير كحساب عدد ركوع وسجود بني آدم المسلم عليها منذ بداية أول ركعة وسجدة إلى آخر ركعة وسجدة عليها في حياته الدنياوية لانتقال وعودة النفس إلى الله سبحانه وتعالى مطمئنة وعاملة لحبها لله سبحانه وتعالى كحبها لرسوله الحبيب المسلم المهدي محمد صلى الله عليه وسلم، كحب احترامها لفاكهة الله تعالى ألا وهي الأرض الكريمة. ولزال البعض من المتشددين والمتعصبين في القول كفي المعاملة، أناس يعتقدون بإسلامهم إنما إسلامهم هذا منحرف عن دين الله. الحق الإسلام للسلم والسلام، للحب والعون، وليس للكراهية والاستهزاء، حيث يستهزئون باعتقادات وتقاليد تراب كربلاء عاصمة عرق العراق. ألم يأتي الملك العظيم جبرائيل بدم تراب كربلاء وأنذر به رسول الله الحبيب المسلم المصطفى المهدي محمد صلى الله عليه وسلم آنذاك، حيث استشهدت عترتي الحبيبة المسلمة المظلومة على يد مسلمون لحزب الشيطان الرجيم، ولعنة الله على الشيطان الرجيم، وليس بحزب مسلمين وليس بمسلمين لحزب الله الأعظم الإسلام لا سمح الله. فكيف لا زلتم تظلموننا بعدما ظلمتموني كم من مرة لظلمكم هذا لعطرتي إلى يومنا هذا؟ وإلا هو سوى بدم الشهداء كباقي شهداء الإسلام اليوم من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق، شهداء ليس لهم سوى، ليس لهم سلاح ولا قوة، إنما قوتهم سوى صرختهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر ثم الله أكبر، وإن لله وإن إليه راجعون، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي العزيز. ولهذا أنادي الأمة الإسلامية العالمية باحترام زيارة قبور أهل البيت التي لها مرتبة عالية أمام رسول الله الحبيب المسلم المصطفى المهدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تجعلونها إلا سوى بزيارة موسمية لا تتعدى ثلاثة أيام خلال السنة كترحما على الشهداء بالصلاة والدعاء وتلاوة القرآن الكريم كالتجويد وذكر بعض الأحكام الدينية على المنظر الإمامي. ونفس الزيارة تنطبق على كل باقي القبور للخلفاء الراشدين والصالحين. ولقد أحياني الله سبحانه وتعالى مرة أخرى بالغرب، وقد يحيي الله سبحانه وتعالى البعض من عترتي كأهل البيت. إن الله سبحانه وتعالى يحيي من يشاء ويميت من يشاء، فكيف يصبح وضعكم هذا بأعداء بعد إحياء كذلك أهل البيت؟ يا أيها المسلمون والمسلمات بالمشرق كبالمغرب، ولكم باحترام المسجدين كبيوت الله المقدسة بالمشرق ألا وهما مسجد الحرام بمكة ومسجد الأقصى بالقدس، ولله المشرق ولله المغرب، حيث بعث لكم الله تعالى رسوله الحبيب المسلم المهدي محمد صلى الله عليه وسلم بالهداية والرحمة كنور للتوبة ببيته المزخرف بوحي الله سبحانه وتعالى الغرب. إن الله سبحانه وتعالى هو الحميد الرحيم. وأعود قولي إلى حال وضعي بالغرب كحال المسلمة المظلومة الغربية بالغرب، ألا وهو حالي مع زوجتي لتقربي إليها لمعرفة دين الله الحق الإسلام، بعدما كانت من قبل كقديسية على قمة جبل كترين يجاور على جبل الفاطمي المحمدي ألا وهو جبل موسى الأعظم بسيناء، وكأن هذان الجبلين متحدين
يشهدون بحبهم لله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت مفترقون لكون الشيطان الرجيم لا زال يتحكم اليوم بعقل زوجتي، وقد أرزقنا الله سبحانه وتعالى بابن محبوب كسلطان. ولهذا أدعو الله سبحانه وتعالى اليوم بأن يصلح زوجتي وابن الحبيبان كما أصلحني في يوم واحد. إن الله على كل شيء قدير وإليه ترجع الأمور. بعد جبل عرفات العظيم وبمكة هو نفس جبل موسى عليه السلام، الجبل الفاطمي، حيث على قمته بيت الله المسجد الفاطمي الأصغر حجما، إنما باطنه أكبر وأعمق من القمة إلى حدود رجل هذا الجبل لقوة صخرته كقوة الإيمان بالرحمة الإلهية، حيث ترحم قبل موسى عليه السلام على عباده برحمة عصائه على تلك الصخرة التي انفجرت بعيونها التمانية بماء طاهر صحي. فانظروا إلى طبيعة وصحة نبات هذا الجبل العظيم، وكأنها نفس الصخرة التي انفجرت عيونها بماء الطاهر الصحي على يد رسول الله الحبيب المسلم المهدي محمد صلى الله عليه وسلم. إلا وأن أقوى ماء صحي هو ماء بئر زمزم بمكة الكريمة. ولهذا إن كنتم كمسلمون بالقلب الأبيض بعد زيارتكم لجبل عرفات بزيارة جبل موسى الأعظم للصلاة بالمسجد الفاطمي كزيارة موسمية على قمة الجبل، لعلكم تتخشعون وكأنكم ترغبون في رؤية الله تعالى كشعور العبد بالله تعالى وشعور الله تعالى بعبده لإيمانه وإخوانه إلى أن ترون الله سبحانه وتعالى باليوم الآخر كيوم القيامة كيوم الحساب كيوم دخولكم إلى الجنات النعيم كمسلمون مستسلمون بالقلب الأبيض لله وحده لا شريك له. وقد يرى البعض منكم كمسلمون بالقلب الأبيض رجل أمين تحبونه كما يحبكم، إن يبعده الله سبحانه وتعالى من الغرب إلى قمة الجبل العظيم عرفات ثم المسجد الفاطمي بقمة جبل موسى العظيم بسيناء كمعجزة سوى للمسلمين بالقلب الأبيض. فيا معشر الإنس والجن، إن الله سبحانه وتعالى بعث لكم كتابه العزيز القرآن الكريم الحكيم سوى كملخص لكل الكتب كصحف إلهية من أولها إلى آخرها، وكأنها مكتبة ربانية مقدسة لعلكم تحترمونها بدون تحريفها كتحريف أحكامها كتحريف تفسيرها لا سمح الله. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم كالكتاب الوحيد لتصحيح كتب الله ما قبلها، وذلك بالاعتراف بها وليس لوضعها على جنب لا سمح الله، لمراجعة فهم دين الله الحق الإسلام عبر كل العصور والعهود منذ أول الأنبياء النبي الحبيب المسلم إبراهيم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء النبي الحبيب المسلم المهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقصد هنا بكتب الله الغير المحرفة على يد الشيطان الرجيم، حيث انحرفت الأغلبية منكم على يد حزبه الشيطاني الصهيوني لا سمح الله، واتبعت أحكامه عوض اتباع أحكام الله الصحيحة للطريق المستقيم بآخر كتابه العزيز القرآن الكريم الحكيم، ألا وهي أحكام الله من الأولين ومن الآخرين لعلكم تتبعونها. إن الإسلام يشمل صحف إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام وإلى آخر المصحف الكريم القرآن الحكيم. فمن حفظ منكم أحكام هذه الصحف من أولها إلى آخرها فإنه شيخ وعالم من علماء الدين في الإسلام. ومن كان سوى حافظ القرآن الكريم سوى للتجويد كبعض المستكبرين من الفقهاء السفهاء الذين ليسوا بشيوخ بالمشرق أو بالمغرب فإن إسلامهم
هذا ناقص علم أحكام الله تعالى في صحفه الأولى إلى المصحف الأخير القرآن الكريم الحكيم. ولهذا أمر اليوم هؤلاء الفقهاء أن يحترموا أصول الدين الإسلام من أوله إلى آخره، وأن يتفقهوا علم الدين من علماء معارف الدين في الإسلام الذين ما شاء الله ثم ما شاء الله على علمهم عن أصل وتاريخ الدين الإسلام، ويزيد الله من أمثالهم بالغرب كبالشرق، كما أنادي رهبان دين الله بالتوراة والإنجيل أن يتبعوا مسيرة صحف الله من أولها إلى آخرها بكل صدق وإخلاص وفهم وتذكير، التي أصبحت ملخصة في كتاب الله العزيز القرآن الكريم الحكيم، بعدما تبين لهم اليوم منه الحق، بعدما قد حرف البعض من رهبانهم ومن بباتهم الكتب الأولى من الزبور والتوراة والإنجيل لاتباع أهواءهم مع الأسف الشديد. كما آمر اليوم كل هؤلاء الفقهاء وعلماء الدين الإسلام والرهبان من التوراة والإنجيل بتشريع اجتماع ديني عالمي لمعرفة دين الله الحق الإسلام، كلتوحيد صحف الله صحيحة، كلتوحيد دينه الحقيق، كلتوحيد أمة آدم عليه السلام على منهج واحد مبين ومنير ومبشر للطريق المستقيم الجنات الناعم لجنات النعيم، كلآخر إنسان يخرج من الظلمات إلى النور، وكلآخر إنسان يخرج من النار إلى الجنات النعيم، وذلك بكل احترام وتقدير للمبادئ الدينية الإسلامية لتعريفها وتقبل سنتها وحكمتها وأخلاقها حول مائدة دينية إلهية تشمل كل رسالات الأنبياء كلها كرسالة واحدة موحدة وحدها الله سبحانه وتعالى على يد رسوله الحبيب المسلم خاتم الأنبياء النبي الحبيب المهدي محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد هنا باتباعها لكونها متتالية بمقدسات الله التاريخية الإسلامية السلمية، وإلا هكذا يصبح الإسلام شامل كل الصحف الغير المحرفة وكاملة بكل الرسالات والحديث النبوية الشريفة الغير المحرفة. فإن أراد الله سبحانه وتعالى أن أقود هذه المائدة الدينية الأخلاقية الإسلامية فإني قابل على هذه المسؤولية العظمى، إنما وراء هذا الحجاب بعدما تبين لكم الكفاية من حقيقة دين الله الحق الإسلام عبر أصله وفصله، بعدما كنتم في الزمن أول سوى بأمة واحدة كأحسن أمة أخرجت للناس إلى أن أصبحتم اليوم مع الأسف الشديد في الزمن الآخر بأمم متفرقة، إنما مع الأسف الشديد غير معترفة ببعضها للبعض، وكأنهم من مختلف الكواكب لا سمح الله كالاعترافهم بحقيقة وجودهم واحترامهم لحقيقة أصلهم كبني آدم، وليأخذوا من تاريخ العبرة. ثم نعم، إن ليس هناك فرق بين أعجمي أو عربي، بين أسمر أو أبيض، بين غني أو فقير، بين قوي أو ضعيف، إلا باتباع أحكام الله تعالى الدينية من أولها إلى آخرها ليصبح هناك توازن بين الناس كأنهم كلهم سوايا على مسطرة واحدة. فأعوذ بالله من استنكار أحكام آدم ونوح، من استنكار أحكام إبراهيم وإسماعيل، من استنكار أحكام موسى وعيسى عليهم السلام جمعا، إلا أن بني إسرائيل مع الأسف الشديد كان دائما الشيطان الرجيم يتحكم عليهم بالمرصاد لانحراف بعدم اتباع أحكام الله تعالى، وقد انحرفوا بني إسرائيل على دين موسى عليه السلام الإسلام، حيث تركهم لهجرته إلى رؤية الله سبحانه وتعالى، ولما عاد إليهم ألقاهم في جاهلية الشهوات والمحرمات كفي جاهلية الطمع والقبل
الكذب والنفاق لكسب أموال الناس لعبادة الذهب، وها هم اليوم لا زالوا يعبدون الذهب، فانظروا لسعر الذهب هذا لا سمح الله. وإن كانوا بني إسرائيل وإن كانوا بني إسرائيل على حق لاقتحموا أراضي المسلمين بكل ممتلكاتها وحقوق المسلمين بجرائم كأقبح جرائم العصور كلها، فكيف سوف يرحمهم الله سبحانه وتعالى بعد كل هذا الانحراف بالكفر والانتقام كاغتصاب أرواح بني آدم المسلمون الشهداء لا سمح الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله القوي العزيز العليم الحكيم. ولهذا أمر اليوم اليهود الذين هاجروا من الغرب بعودتهم إلى ديارهم بالغرب، فلو كان الغرب يتقبلهم بكل صدق لبعثهم بتلك الخطة الإنعزالية الجهنمية الحربية العالمية إلى قدس عاصمة فلسطين. فعليهم ثم عليهم باحترام مقدسات الله الإسلامية على وجه الأرض سواء بالمشرق كبالمغرب، ولهم الحق بزيارتها إنما سوى كمسلمين ومستسلمين لله وحده لا شريك له، وإلا أصبح وضعهم بالأخير كإنس منفيون، وذلك على يد جند الله تعالى من السماء كعلى يد جند الله تعالى من الأرض، وإن لم يكن ذلك سوى بالتي هي أحسن. إن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لعلهم يعترفون بحقوق الإنسان المسلم لله وحده لا شريك له، وما على الرسول إلى البلاغ المنبه والمنذر، وأن لا يعتبرون تلك الأراضي المقدسة كأراض للسياحة لكسب الأموال لا سمح الله، إنما هي أماكن ببيوت الله المقدسة للعبادة بالصلاة والدعاء طلبا التوبة والمغفرة والرحمة لما سات أيديهم من تحريف وانحراف عن الطريق المستقيم. فما دام باب الرحمة هذا كباب التوبة مفتوح لكل بني آدم، فعليه كبني آدم أن يستعجل بالدخول عبر هذا الباب للإسلام، وينطبق نفس الشيء على أتباع المسيح الذين حرفوا الإنجيل وأصبح الصليب كأداة للعبادة، وإلا وأنها في الواقع أداة من أدوات الدجال الجحيم الصهيوني لا سمح الله.